إنني أنا أحمد بن سعيد إمام عمان. ها هي عمان تستعيد أنفاسها بعد وحدتها بفضل الله تحت إمرة واحدة. عمان أنظر لها وأهلها بقلبي الرؤوم، فأضع العدل ميزاناً والحق منهجاً، فمن كان بنيانه قوياً في الداخل لا محالة في خارجه يرهب الأعداء. في غفلة من الزمن الغابر في عام 1775 سولت لقوات كريم خان الزندي أنفسهم بأن يعتدوا على البصرة، تلك البلدة الهانية. فجهز الملك كريم خان 30,000 من جنده مدججين بالسلاح والعتاد بقيادة صادق خان، فذهبوا بخيلهم ورجلهم وسفنهم ووثقوا حصاراً يقطع سبل الحياة والعيش عن البصرة ودكوا حصونها بالمدافع. هؤلاء الذين يفرون بروحهم ويتشممون أملاً في الحياة، إنهم أطفال ونساء البصرة والنيران تشتعل في أنحائها. سنة كاملة وأبناء العراق يقدمون صدورهم دفاعاً عن البصرة وأهلها، غير أن الصخر يهش مع كثرة النقر. وها هي القوة بدأت بالنفاذ وأكتاف الرجال تبحث عن سند يخلصها من هذه المحنة. جاء رجال من قبائل المنتفق من البصرة إلى إمام عمان وسلطانها أحمد بن سعيد البوسعيدي يخبرونه بكل ما حصل من القتل والتشريد بالبصرة، طالبين المدد والعون. أهلاً بأهلنا من العراق، أهلاً بكم. نحن قبائل المنتفق من البصرة، لقد حصل كل ما سمعته يا إمام عمان، وقد جئناك طالبين المدد والعون، فأغيثونا يا أهل عمان، أغيثونا من الحصار. سنغيث أهل العراق. أمرت ماجداً بن سعيد الحارثي قائداً للأسطول الذي سيبحر لنجدة البصرة، ومعه ابني فلذة كبدي. البصرة عمان وعمان البصرة هي قطعة منا، وفيها تخرج أجدادنا الأفذاذ الذين طرزوا أسماءهم في مجامع العلوم. حق علينا نجدتهم، عبأت لهم 80 قطعة بحرية مدججة بالمدافع تقودها سفينة الرحمن لتعبر ذلك الحصار. تحركت السفن العمانية لنجدة البصرة، وها هي السفن تعبر شط العرب لتقترب من البصرة. لكن قوات كريم خان بالمرصاد، وكان قد أرسل عيونه ليعرف المدد العماني وأن يمضي وأن يتجه،
فدبر حيلة تحول دون وصول المدد العماني للنجدة، وصنع سلسلة حديدية عملاقة بين الضفة والضفة حاجزاً يبقي هيمنته وسلطته ويمنع وصول الأسطول العماني. وها هو هلال بن الإمام أحمد بن سعيد يكتشف أمر السلسلة، فيأمر بتوقف السفن. صنعوا سلسلة في شط العرب تحول دون وصول المدد لأهل البصرة. ما السبيل لنجدتهم إذن؟ وما المخرج؟ قلوب هؤلاء الرجال مهيئة تماماً للموت، صدور معبأة بالعزمات الراسخات، وأفواه ممتلئة بدعوات وصلوات الأمهات. كانت الرياح شديدة والسلسلة حاجز يفقد الصواب، لكن العزم مع ذلك لم يتوقف. القلوب في وجل والأبصار شاخصة، فإما النجاة أو الموت. هطلت أمطار غزيرة واشتدت الرياح، وهلال بن أحمد يتشاور مع قيادة الجيش. وإذ به يقرر المغامرة، يتقدم بالسفينة الرحماني نحو السلسلة. وها هي السلسلة تتحطم ويتحطم معها اليأس. بعد اجتياز السلسلة اشتعلت الحرب وتشابكت الحراب، وصارت المدافع العمانية تصوب طلقاتها تجاه الأعداء. وها هي قوات كريم خان تتكبد خسائر فادحة. بلغت القلوب الحناجر، والعمانيون يقاتلون بشدة لنجدة البصرة. اشتبكوا بالسلاح الأبيض، أبدى الجند العماني رغبة عارمة في الفتح والنصر. وإذ بقائد جيش الأعداء صادق خان يرى بعينه الهزيمة النكراء التي ذاقتها قواته. وها هم جيش عمان يحتفلون بالظفر، وقد سجلت عمان في سجلها نصراً مبيناً وفتحاً لأهل البصرة. وإذ بشيخ قبيلة المنتفق يقول كلمته الشهيرة لعمان وللقائد هلال بن أحمد بن سعيد: يا أخوي، نحن سقماء وأنتم حكماء، داونا والمعافي هو الله. لتعطي عمان درساً للبشر أن حمامات السلام هي التي يجب أن تمنحها أخاك الجار.